تعال نروح بقى شويه للتويتر وبعدين نروح للفيسبوك عشان في شويه اسئله كده عايزين نسالها لك. جمهور الاهلي بيتابع الحلقه والحمد لله يعني كل الناس مرحبه بيك. لكن عبده بيقول لك تحب تلعب جنب مين في الجبهه الشمال في الاهلي، اجايي ولا مؤمن ولا رمضان صبحي بعد ما تم استعارته؟ والله كلهم لعيبه كويسه جدا، واتمنى يعني الواحد يلعب جنبهم، كلهم لعيبه كبار ولعبوا كتير، وان شاء الله يعني العب جنب اي حد فيهم يعني ما فيش مشكله. احمد خضر بيسالك سؤال حلو، بيقول لك ايه سر الفانيلا الحمراء للنادي الاهلي؟ هي يعني هي بتدي روح غريبه فعلا، يعني بتدي روح غريبه، وساعة ما الواحد بيلبسها كده بيحس باحساس غريب يعني، فما ما بيتوصفش بصراحه. محمد فراج بيقول لك منور الشاشه يا كابتن محمود، ان شاء الله تتفوق مع النادي الاهلي، وعايز يسالك مين قدوتك بالنسبه لباك الشمال محلين وعالمين، وانت قلت جوردي البا ومحمد عبد الوهاب. حسنين عطيه بيقول لك ما هي طموحاتك مع الاهلي بعد انضمامك للقلعه الحمراء؟ اتمنى ان شاء الله ان احصد بطولات مع النادي الاهلي. طيب محمد بيسالك بيقول لك عندك كام سنه؟ انا ان شاء الله هتم 25 سنه 1/1 الجاي ده، 1/1 يوم الثلاثاء اللي جاي عيد ميلاد محمود وحيد، هتم 25 سنه، لكن انت من مواليد 94. طيب طبعا عبده السمهودي بيقول لك انا فرحان قوي يا كابتن وحيد انك جيت الاهلي ومنتظرين منك الكثير، اتمنى لك التوفيق يا كابتن، وتحياتي ليك انت والكابتن عمر ان شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما انا بقول لك ردود افعال جيده جدا. اخر يعني اخيرا الحاج حسن بيقول لك نورت النادي، وان شاء الله تكون اضافه قويه للنادي الاهلي. ان شاء الله انا بقى عندي حسن ظنكم كلكم ان شاء الله. انطباعك ايه بقى عن كل الاسئله، واحنا لسه ما كملناش يعني 1% من الاسئله والاشادات اللي بتشيد بمحمود وحيد تجاهك وانت لسه ما لعبتش، شايف ان جمهور الاهلي فعلا هو اللي ليه كلمه السر في انتصارات النادي الاهلي وبطولاته، وان هو الدافع الرئيسي ليه؟ طبعا الجمهور لما بيحضر في الملعب ان شاء الله يعني الاهلي خلاص يعني كسبان، فالجمهور طبعا كلامه ده يعني الواحد بياخده، يعني هي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا على الواحد، بس ان شاء الله الواحد يبقى قدها، وان شاء الله يعني ابقى عندي الثقه بتاعتهم كلها دي.